سلام المسيح عبر نور الشرق، منطلع عليكم بحلقتنا المباشرة لليلة من إيمان يساطع. كثير من الأدباء تغنوا فيها ووصفوها بأنه هي أثمن ما في الوجود، وكثير من الشعوب نادوا وطالبوا فيها لأنه هي اللي بتجيب السعادة. الجميع بسعي دايم للتمتع وتحقيق الحرية، ولكن هل الحرية هي فقط التخلص من القيود، أو أنه يكون متحرر من التعقيدات، أو فقط الحرية في اتخاذ القرارات؟ لكن مين بيحدد معنى الحرية؟ وهل للحرية حدود؟ سوا خلال حلقتنا لليلة مع ضيوفنا توفيق دياب والأب جان بول خوري رح نطرح ونجرب نتعرف ونلاقي الأجوبة حول موضوعنا لليلة الحرية. أبونا جان بول منرحب فيك، سلام المسيح. سلام المسيح، أهلا وسهلا فيك. توفيق دياب أيضا منرحب فيك. بداية إذا بدنا نعرف شو مفهوم المجتمع للحرية، كيف فينا نفهمه؟ بالحقيقة هي الحرية اليوم إذا رحنا على عالم المجتمع وشفنا شوي بالقواميس كتير تعددت الحرية، من حرية الشخص إلى حرية النقابية إلى الحرية السياسية الاقتصادية المالية، حرية المرأة، حرية المجتمع، حرية التظاهر. صار في كتير مفاهيم للحرية، لو وصلنا لمحل نقول أنه الحرية حتى بانتقاء الهوية أو اختيار الهوية الجنسية أو الحرية بالإجهاض أو الحرية بالقتل الرحيم، الحرية وصلت لمحل صارت محررة من مفهومها الحقيقي. يلي هو شو هو مفهوم الحقيقة إذا بدنا نرجع ننتقل من هون؟ إذا رحنا شوي بالديكسونير بنشوف إنه الحرية هي بتعني انعطاق، بتعني تحرر، بتعني إطلاق، بتعني تخلي، بتعني فك، بتعني خلاص. يعني في شيء حاملة في هالحرية، حاملة خير للإنسان. والحرية أصلا هي يعني عطية الله عطاها للإنسان. نعم، الحرية ما حدا بيعطينا إياها، لا نظام بيعطينا إياها ولا حدا بيعطينا إياها، ولا نشتريها من حدا، ولا حدا بيمننا أنه نحن أعطيناك الحرية. الإنسان بحسب الكتاب المقدس الله عطاه نعمة الحرية، خلقه على صورته ومثاله، بهذه الصورة والمثال الإنسان هو حر. ولكن يعني شو حر؟ هل هو حر يعني أنه يعمل بده إياه؟ هل هو حر أنه يكون مسؤول؟ هون الأسئلة يلي بيطرحها كل واحد بيخلق، أو أشخاص بيطرحوها اليوم بالمجتمع، أنه أنا بدي يكون حر. إذا سألني بدك تكون حر من شو؟ بدي يكون حر من كتير اشياء بحياتي. اذا سألني طب شو اكتر بدك تكون حر فيه، هو بيوصل لمحل ما بيعرف. بس لحتى يكون الانسان بالفعل حر بده يرجع للاصالة يلي الله خلقه عليها، ان يكون بشركة مع الله، بشركة مع الاخر. المجتمعات الغربية عملت بالقرون الوسطى وبعدين بالعصور بسموه عصر الأنوار، عملت معركة على تحرير الإنسان. بس تحرير الإنسان من شو؟ من كل شيء اسمه ميدياسيون وبيان دي ميدياتور، وسائط أو واسطة أو وساطة، لحتى توصل تحرره من المرجعية. هلا رح نتطرق نحن على الحرية ونفوت بمعناتها من جميع النواحي يعني، ونشوفها بكل الطرق. ننتقل لعند توفيق وخلينا نتعرف الكتاب المقدس شو بيحكي عن الحرية. مثل ما تفضل أبونا بالبداية حكي أنه الإنسان خلق على صورة الله كمثاله، يعني خلق حتى يكون عنده حرية. هلأ الحرية عنده تنمو، بمعنى مثل حبة بذرة بدها تصير شجرة، بهالنمو هيدا في مسيرة بده يعملها الإنسان. فببساطة فينا نقول أنه الحرية هي إنسان ينمو تدريجيا. هلأ كمان حرية الإنسان مع الخطية اللي صارت ومع الأشياء اللي صارت، صار الإنسان إلى حد ما عبد. عبد لشو؟ عبد للخطية. بيقول مار بولس
أريد أن أعمل الخير لكن ما بعمل إلا الشر، وين لي أنا الإنسان الشقي؟ فإذا في عنده هالإشكالية الإنسان، وإجا يسوع حقيقة حتى شوي شوي بمسيرة يطلعه من العبودية إلى الحرية. هلأ كلمة عبد وعبودية كلمة واسعة، الحرية كمان مثل ما قال أبونا كتير مفهوم كبير وواسع متشعب، يعني إذا أنا فوت فيه بتفاصيله. بس عمليا أنا بشوف بحسب كمان الكتاب المقدس أنه تاريخ الإنسان تاريخ عبودية، من عبودية إلى عبودية. بالبداية الله شو قال له لشعب إسرائيل؟ قال له تذكر يا إسرائيل أنك كنت نزيل بأرض مصر، إيه؟ وأنا حررتك وعم حررك. فكتير مهمة النقطة هيدي أنه نحط إيدنا بإيد الرب حتى نمشي صوب الحرية. أبونا ذكرت أنه الله يلد الإنسان حراً. هون إذا بدنا نرجع ننتقل، يعني توفيق عطى أنه الإنسان هو كان عم ينتقل من تاريخ عبودية لا تاريخ لا يعني من عبودية إلى عبودية، ولكن شو مفهوم الحرية؟ يعني وقت منقول أنه الله خلق الإنسان حر، وين معناتها؟ وين منلاقيها نحن؟ إذا نرجع للكتاب المقدس بسفر الخروج، هو سفر تحرر الإنسان من العبودية. اليوم إذا نحكي عبودية أو إذا نحكي عبد، أنا أكون مثلا عبد لله أو أنا أكيد ابن لله، بس أنا أكون أني خاضع لله، كل هالمفاهيم هودي الخضوع الاستسلام، اليوم العالم لغة العالم اليوم بترفضها، لأنه بتعتبر أنه الإنسان لازم يكون حر، ما لازم يكون معلق بحدا وإلى آخره. ولكن يعني هون إذا فينا نفهم يعني العبد لله والاستسلام لله، هون كأنه بيتناقض مع معنى ومفهوم الحرية للمجتمع اللي هلأ عم يطرحه. لا يمكن الإنسان بحسب الكتاب المقدس أن يكون حر لذاته. وقت الإنسان بيقرر يكون حر لذاته بيكون عم يستعبد ذاته، ولما الإنسان يعني بيكون حر لذاته يعني بيكون عم بياخد دور الله بحياته، يعني هو عم بيسن القوانين وسن الشرائع وسن الوصايا وطريقة التفاعل من دون الله. هون بيكون الإنسان صار عبد لذاته، وهون بيحكينا الكتاب المقدس بخطيئة الإنسان الأول آدم وحواء. ولما الإنسان بيستعبد حاله بيصفي يتطلع إلى الآخر نظرة احتقار، مثل مين؟ مثل فرعون. بالعهد القديم فرعون هو بيرمز إلى النظام الدكتاتوري القمعي يلي خضع شعب مثل ما هو، وصل لمحل مش بس يحدد له شو بده يأكل وشو بده يشرب، وصل لمحل أنه ذل هذا الشعب يلي اختاره الرب يحدد له الموت ويحدد له الحياة. ليش الله هالقد كان مصر أنه يطلق الشعب من نير استعباد فرعون؟ لأنه هذا الشعب مدعو أنه يكون حر. وإذا نرجع أكثر بالكتاب المقدس، دايما كان الرب يقول له لفرعون على لسان موسى أطلق شعبي ليعبدوا لي في البرية، وبمحل تاني أطلق شعبي لحتى يعيش بحرية. يعني هذا الشعب مدعو أنه يعيش الحياة مع الله. هون بنقدر نفهم أكثر. ولكن بظل فرعون ما كانوا قادرين يعيشوا الحياة مع الله؟ أكيد لا. لما اليوم الإنسان يستعبد لدرجة أنه يقمع قمعا تام، يعني بطل يقدر يقب راسه، الله هون بيتدخل ليحرره. كرمال هيك بيبعت موسى، بيبعت هارون، بيبعت الأنبياء، آخر شيء بيبعت ابنه الوحيد ليحرر الإنسان من العبودية. لأن العبودية لوحدي أنا ما بقدر أتحرر، بدي قوة أقوى مني يلي هي قوة الله بتقدر تشيلني من هيدي العبودية. كرمال هيك منشوف نحنا بالكتاب المقدس أنه إذا أنا بدي أتحرر بقوتي أكبر فشل. ومين يلي بجسد فشل التحرر من العبودية؟ هو موسى. منشوف أنه بموسى لما شاف حدا من شعبه من أفراد شعبه عم بيضربوا واحد مصري
بيقوم موسى بيقتل هذا المصري. هون بيقول لنا الكتاب المقدس سفر الخروج انت ما فيك تحرر، ما فيك تحرر الانسان من العبوديه اذا الله ما بيكون هو المحرر. كرمال هيك ما بنقدر نستخدم العنف حتى نتحرر من العبوديه. ما بنقدر نستخدم العنف لنتحرر. البلاد اللي ما عندهم الحريه والبلاد اللي محكومين من بلد اخر، او يعني في كثير بلاد بعدهم تحت حكم وسيطره غير بلدان، هل اذا في حال استعملوا العنف هون شو بيكونوا هن عم بيعملوا؟ بدنا بس هيك شوي انه بالتاريخ الكنيسه كان عندها موقف كثير قوي مع يوحنا بولس الثاني القديس الكبير بموضوع لاهوت التحرير بامريكا الجنوبيه. دائما الكنيسه بتقول لا يمكن ان يحل اي مشكل بالعالم بالعنف، لا يمكن ان يكون السلاح هو الحل حتى تتحرر من عنفك، لانه ولكن من اخذ بالسيف يعني بالسيف يؤخذ. مع التاريخ في طريقه ثانيه بالتحرير، شهدنا كذا حروب باسم التحت انه يعني بهدف التحرير وبهدف المدافع عن حتى الصلبين، يعني نحكي حروب صليبيه وثورات. نحكي الثورات. نعم، الكنيسه ولا مره بتايد العنف ولا مره. الكنيسه اذا نرجع بنشوف على تعاليم تبعولها خاصه بعقيده الكنيسه الاجتماعيه بنشوف دائما الكنيسه بتشجع على الحوار، دائما بتشجع انه دائما بنعمل عمليه وقائيه لحتى ما نفوت بنزاعات مسلحة. دائما الكنيسة حاضرة بشكل كتير قوي، كان بالأمم المتحدة في مندوب للفاتيكان، دائما الكنيسة عندها موقف السلام انه نحن مش ممكن نحل خلافاتنا بالسلام. واثبتت الثورات انه ثورة بعدين ترجع بتاكل بعضها. وخلينا نحكي ما وصلوا لما كان الثورة الفرنسية، ان كان الثورة الشيوعية، ان كان هلأ ببلاد العربية، مش ممكن الثورة تعطي الحل للعنف. يعني بيكم تسألوني أبونا أنه لازم يعني نخضع ويدعسونا لا أكيد لا أكيد لا، ولكن كيف بيكون الإنسان أو بأي طريقة الإنسان مطلوب منه يتصرف؟ البابا بنديكتوس السادس عشر بأحد كتاباته بكتاب بتصور مدخل إلى الإيمان المسيحي بيقول عن هذا الموضوع، بيقول أنه قيمة المسيحي أنه يتحمل ويحمل. وبيقول مش يعني أنه إذا تحمل ويحمل المعاناة بالتاريخ والألم يلي بيتسبب له إياه الآخر أنه يكون مسحوق. بيقول بكفي أنه مش بس يتحمل ويحمل، بده يناضل في نضال. شو يعني هذا النضال؟ النضال هو في وجه كل شيء اسمه تسخيف للقيم للمبادئ. واهم نموذج اليوم تعرضه الكنيسه بهذا النضال قديس كثير مهم قدسه البابا فرانسيس هو بسلفادور، الشهيد القديس روميرو. الكاردينال اوسكار روميرو، يلي هو اليوم اذا عن جد بدنا نناضل بالمجتمع نطلع بهذا القديس نشوف كيف ناضل، كيف قدر وقف بوجه الأنظمة الديكتاتورية يلي قدر واجهها بروح المحبة بس كمان بالوقت ذاته بروح الإنجيل والشهادة. وقتل على المذبح. أهم عجيبة أنه هذا الإنسان قتل أثناء الذبيحة الإلهية. هيدي الكنيسة بتقول أنه دعوة تطويبه بوقتها كانت هالعجيبة. هذا القديس لأنه قتل على المذبح بيقول الكاردينال يلي فتح تطويبه ملفه بيقول أنه لقد حاولت أيدي الشر أن تقتل الكنيسة في السلفادور. توفيق، إذا بدنا ننطلق من قصة هذا القديس اللي ذكر عنه الأبونا، ذكر عن المحبة، هل فينا نعتبر أنه الحرية والمحبة مرتبطين ببعضهم؟ الحرية والمحبة توأمين، يعني ما في حرية من دون محبة، وما في محبة إذا ما في حرية. يعني مثلا إذا شاب بده يتزوج بنت، بناخد أبسط الشغلات، شاب بده يتزوج بنت إذا ما قالت نعم بحرية هي بمشكلة. من هيك في مرة أحد الكهنة عم بيكلل اثنين
بيعرف انه في احد الطرفين ضاغط على الثاني حتى ياخده، فبيقوم بياخده على جنب للشخص بيحميه حتى ياخذ خيار حر. عم بحكي عن البنت. نعم. فاكيد لانه الله بالنهايه هو الحريه، يسوع هو حر، ونحن بقدر ما بنرتبط بيسوع بقدر نحن بنكون عم نرتبط بقلب الله اللي هو الحر بالمطلق. نعم. ذكرت ايضا توفيق انه الانسان بيصير عبد للخطيه وبيصير كثير بعيد عن مفهوم الحريه. كيف الانسان الحر اللي الله بيكون خلقه حر بيصير عبد للخطيه؟ هو مثل ما قال ابونا بالبدايه كمان بسفر التكوين، وقت الامتحان او وقت الاختبار اذا بدك او وقت التجربه، الانسان قال بحط الله على جنب وانا بكون إله، أنا بكون سيد ذاتي، أنا بقرر شو المعايير، شو الخير وشو الشر. يعني مثلا هتلر بمحل من المحلات اعتبر أنه إذا أزال عرق معين أو شعب معين أو حتى نوعية ناس معينة هيدي بتكون كتير منيحة للشعب. فمن هيك نحن بنقول أنه بيحط المعيار هو الرب، ونحن بنرجع انطلاقا من كلمته بنحدد شو هي النقاط اللي فينا نقول عندنا شر أو خير. طيب إذا بدنا ننطلق نحن من المعيار اللي الله حاطه، شو هن المعايير او شو هن المقاييس؟ بنبلش يعني بالوصايا اللي حطهم، وبعدين بنروح لعمق الوصيه بالعهد الجديد، حب الله وحب الانسان. انطلاقا من حب الله وحب الانسان بنفوت بهالمبدا هيدا، بهالمنطلق هيدا. نعم. ابونا اذا بدنا نرجع نحن للكنيسه، سمعنا اول بدايه يعني ببدايه الحلقه كيف المجتمع مفهومه للحريه وانطلاقا من الكتاب المقدس، ولكن هل الكنيسه عندها تفسير كتابي يعني للحريه؟ اكيد اكيد طبعا الكنيسه لما بتفسر حقيقه الحريه دائما المرجع الاساسي والمبدا الاساسي هو الكتاب المقدس وتعليم الاباء، وخاصة إذا نشوف المجمع الفاتيكان الثاني كتير حكي عن كرامة الإنسان، حكي عن كرامة العيلة، حكي عن كرامة الطفل، حكي عن أهمية قدسية الحياة، يعني احترام هذه القدسية واحترام حياة الإنسان من المهد إلى اللحد، كل هودي ضمن مفهوم حماية الكنيسة لحقيقة الحرية اللي هي الحرية اللي يعني عم نحكي عنه الإنسان يلي عم بيعيش هذه الحرية. نعم. وما في شيء حرية خارج الإنسان. بس أنا بدي كمان أكثر نوضح أكثر إشكالية المجتمع يلي عم نعيشه اليوم بقلب لبنان أو بالشرق الأوسط أو بالعالم. يوم إشكالية التلاعب على الكلمات، التلاعب على المصطلحات، التلاعب على المفاهيم، التلاعب على المبادئ، عملية إغواء وتضليل المستمع أو المشاهد أو بأي يعني معنى إذا بدنا نفوت يعني اليوم أكثر اليوم مثلا الحق، حق يكون حر أكيد، بس إذا نعرف أنه حق يكون حر بس كيف؟ أنه حقه أنه تجهد المرأة. رح نتطرق نحن لهدول المواضيع، يعني في كتير مواضيع بتتفرع من ريليتد يعني للحرية بس فيها. نعم. بس نحن اليوم هيدي عملية التلاعب، هيدي عملية اليوم العلماء النفس بيشتغلوا على صعيد الميديا وعلى صعيد الترويج للإعلام بيشتغلوا على شيء اسمه التلاعب على الوعي. التلاعب على الوعي يعني بيتلاعبوا على الشخص، بيلعبوا على الطريق ما هو واعي، مثل واحد بيسرقه هو واعي، مثل بيسرقوا المفاهيم مني وأنا واعي بس من دون ما أنا عندي عملية التمييز والتقييم يلي مطلوبة مني. وإذا بتلاحظوا مفهوم التمييز قد ايه عم بيتكرر مع البابا فرانسيس. ولكن هون عن أي مواضيع نحن عم نحكي عم بيصير فيها تلاعب من قبل الإعلام؟ مثلا اليوم إنه ليش بدي يكون الزواج أبدي؟ ليه بدنا نكون ليش بدها تكون المرأة مثلا ليش بدها تنجبر تجيب أولاد؟ جبر تبوا كلمة الجبر مثلا، أو حرام الختيار يعيش، خلوا مثل أوروبا مثلا بركي بنعمل شيء خبرية شيء قانون إلى آخره. أو مثلا بنحكي اليوم الحرية المثلية مثلا، نحن مش ضد يلي هن عندهم هالمهور، رح نفوت بالتوسع أكثر. نعم. بس الإشكالية هي اليوم اللي عم نعيشها تصدع المفاهيم يلي بيحكي عنها القديس يوحنا بولس الثاني بالإرشاد الرسولي الشهير جدا، الإيمان والعقل،
بيقول اليوم عالمنا تصدعت فيه المعرفة، قد في اختصاصات وقد في جامعات، مع احترامي لكل المتخصصين، ليش اليوم ما عم نقدر نلاقي حل لمشاكلنا؟ ليش ما عم نقدر نلاقي حل لموضوع البيئة؟ هل فينا نعتبر انه من وراء هدول التعاليم او الاختصاصات اللي حضرتك ذكرتهم عم ننتقل من مفهوم لمفهوم، عم نرجع نوصل لحيط مسدود مثل ما بيقولوا؟ لما بدي اقول انه الحقيقة هي فقط بالعلوم، بقول يوحنا بولس الثاني، هون بنكون عم نضرب معنى الحقيقة. حلو. لما انا بدي اقول انه انا بلاقي الحقيقة بالطب، الطب كثير منيح بس عنده ملء الحقيقة؟ أكيد لا. أنا بلاقي الحقيقة بالفيزياء أو بالشيمياء أو هذا الفكر يلي منشوفه اليوم، هذا الفكر ناجم عن الفكر الاقتصادي الاستهلاكي اليوم عم بتروج بمجتمعنا نتيجة العولمة يلي فاتت علينا. إذا الحقيقة لما منقول انه انا بلاقي الحقيقة بالعلوم، بقى ما بقى بحاجة لله، ما بقى بحاجة لفتش على المعنى، هون بيغرق الانسان بشيء اسمه العدمية، بشيء اسمه المنفعة، بشيء اسمه الشيئية، بشيء اسمه الكآبة. اليوم مرض الكآبة ضارب بالمجتمع، شو السبب؟ لانه الانسان ضيع المعنى. شو بيعطيني المعنى؟ شو بده يعطي المعنى للإنسان؟ شو بده يعطي المعنى لوجودي بهالحياة؟ العلم بيساعدني، بس شو بده يعطي المعنى لألمي؟ المعنى للحب اللي بعيشه. ولكن ما فينا ننسب الكآبة لمعظم العالم اللي عم بتمرق فيها أو اللي عم تحسها، هي نتيجة الأشياء اللي مرقت فيها بحياتها أو الصدمات أو حتى الحروب. يعني منلاقي مثلا اللي عاشوا الحرب هون بلبنان عندهم نسبة كآبة أكتر من هلأ الأشخاص، يعني الجنراسون هلأ لا شك أنه في عوامل نفسية كمان بتساعد بالشخص. بس إذا بنرجع لتقارير الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية قالت من 3-4 سنين أنه أول مرض بالعالم رح يبقى مدمر للإنسان وبيموت الإنسان، ما يخافوش مني اللي عنده القلب، هو القلب. تاني مرض مسبب لموت الإنسان هو سنة 2020 هو مرض الكآبة، ديبريسيون. ليش؟ شو السبب؟ إذا بتتذكروا شوي صغيرة، البابا القديس بولس السادس بيقول مشكلة عالم اليوم إنه خدر ضميره وحس الخطية ضربه، مش لحتى نتعقد أو يكون عنا عقد ذنب يعني، لا، لأنه لما أنا بقول برر غلطي وبرر تصرفاتي بحطها تحت شعارات تحاليل نفسية بحتة فقط لا غير، مع أنه العلم النفسي كتير منيح، لأنه علم النفسي أو علم النفس بيساعدني أعرف ليش هيك صار معي، بس ما بيعطيني المعنى. لما فوت بهذه الطريقة ساعتها أنا فوت بالكآبة. نعم. ما بلاقي معنى لمرضي أو عفوا لمشكلتي، أنا فوت بالكآبة. كرمال هيك الكنيسة سنة 83 أو 84 عملت إرشاد رسولي الجديد ما يوحنا بولس الثاني يلي اسمه رعوية التوبة والمصالحة في عالم اليوم. حكي عن التوبة، حكي عن سر المصالحة يلي بيشفي. نعم. يلي بيحرر الإنسان من العقد وبيخلي حريته تكون حرية سليمة. مشاهدينا، صار وقت ناخد بريك، نسمع فيه ترتيلة وبنرجع فيها منتابع حلقتنا لليلة. مشاهدينا، نحن رجعنا لكم لنتابع حلقتنا المباشرة لليلة من إيماني ساطع مع ضيوفنا توفيق دياب والأب جان بول خوري. نرجع نرحب فيكم عن جديد. أبونا، قبل الفاصل كنت عم تحكي عن الكآبة. هل الكنيسة والكتاب المقدس عنده دواء لهذه الكآبة؟ ومنين تجي؟ بنرجع إذا فينا نرجع نلخص من وين تجي الكآبة؟ هلا لا شك إنه سؤالك
بده كمان شخص كمان أكثر متخصص، ولكن اللي بنعرفه نحن أكيد نحن كثير متعاون مع العلم، لأنه العلم هو نعمة من عند الله، وهذا التعاون من أجل خير الشخص يلي عنده هالحالة هيدي. بس كمان الكنيسة تعطي لهذا الشخص كمان وسائل ببلاش، يعني ما يفهموني أنه الكنيسة بتوزع مصاري. تعطي الوسائل الصلاة، وخاصة بتعطي القربان المقدس، وبتعطي سر التوبة، بتعطي الأسرار. الكنيسة الله عطاها هودي الوسائل يلي كتير 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 يعني متداولين، بس هودي بيساعدوا كتير هذا الشخص. كرمال هيك الأشخاص اللي عم يسمعونا، الله كتير بحبكن، والله كتير بيحب يكون دايما معكن وعم بيحمل معكن هذا الصليب. كرمال بيقلكن بيخبركم هالخبرية الحلوة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. مين منا مش متعب؟ ما في إلا هو بيقدر يحمل معنا هذا التعب، وهو اللي بيقدر يشفينا. توفيق، هل الكنيسة والمجتمع في تضارب بمفهوم للحرية؟ هلأ في هون نقطتين بشدد عليهم. في فكرة الناس بيقولوها الحر بيعمل اللي بده إياه، وصح بالكتاب المقدس بيقلنا أنه مربولوس ليس كل شيء يحلي، لكن أنا فيني أعمل اللي بدي إياه. بس في شيء بينميني وفي شيء بينزلني. الشيء اللي بينزلني نزول على مستوى أدنى من ما أنا لازم كون، هيدا بيكون مش حرية، هيدا بيكون عبودية. بينما الشيء اللي بيرفعني طلوع شوي شوي حتى حقق ذاتي كشخص، كون شخصيتي كإنسان، كون كإنسان حقيقة عم بنمى بالطريق اللي الله حتى قدامي، بكون أنا حقيقة صرت عم بكون إنسان حر. هلأ المجتمع بياخد كمان فكرة أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، بينما أنا حدود حرية توقف عند حدود احترام حرية الآخرين. يعني هون رجعنا أنه للحرية في حدود. أكيد الحرية إلى حدود من ناحية علاقتي مع الآخرين، بس نحن كبشر بالعمق نحن عبيد للخطية. يعني القصة مش بس خارجية، القصة من جوا. إذا ما تعالجت من جوا بيكون في إشكالية. تاني ناحية في شغلة عن الكآبة إلى الأبونا، ومعه حق، في عالم نفس كبير قال كلمة كتير مهمة، قال كتار من اليوم اللي عم بيروحوا للانتحار لأنهم فقدوا المعنى، فقدوا الغاية، فقدوا الهدف. لما أنا ببطل عندي هدف، أنا لمين؟ أنا لشو؟ أنا ليه خلقت؟ أنا شو الهدف من الحياة حتى أكون موجود؟ أنا قلب كبير فارغ عم بفتش على معنى. أنا حريتي مجروحة، بدها تحرير حتى حريتي، واللي بده يحرر حريتي حقيقة هو يسوع. من هيك كتير في نقاط فينا نحكي فيهم على المستوى هيدا حتى نوضح مفهوم الحرية. نعم أبونا، كنا ذكرنا أنه تحرير الأوطان والشعب اللي بيطالب بوطن حر وببلد حر، هل يتضارب بطريقة أو بأخرى مع مفهوم الكنيسة وتعاليم الكنيسة؟ بما أنه الكنيسة ما بحياتها حلت الأمور إلا بالحوار، صحيح هيدا الشيء؟ الحوار، وبتدعي الجميع أنه يكونوا عم يقعدوا على طاولة واحدة ويفتحوا كل ورقهم قدامهم. وبتعرف أنه مسيرة الكنيسة بلبنان هي مسيرة كتير خاضت مسارات كتير عسيرة مع الأوضاع اللي عشوها اللبنانية. دايما إذا بتلاحظوا باجتماع سيدة الأساقفة مع سيدنا البطرك، دايما اللي بيدعوا إلى الحوار، دايما اللي بيدعوا إلى تقريب وجهات النظر، إلى نبذ العنف الكلامي، إلى الحفاظ على حقوق الوطن، حقوق الدولة، الحفاظ على المال العام، مكافحة الفساد، كل هودي. ولكن دائما ما عم نوصل لمطرح انه وقت اللي نحن بدنا نحافظ على حقوق هيدا الوطن، عم نكون عم نتعدى بطريقة او باخرى على حدود غيرنا او على حرية غيرنا. لما ما بنحافظ على حرية الوطن، مين يلي ما بيحافظ على حرية الوطن؟ هو يلي ما بيآمن بالحرية الوطن. الوطن بيقول يوحنا بولس الثاني، الاوطان او الامم هن نعم الله عطاهم للشعب حتى يعيش بكرامة، حتى يعيش بحرية. ونحن اليوم عم نعيد مئوية إعلان
لبنان، دولة لبنان الكبير، هيدي نعمة الله أعطانا إياها، وهيدا نضالنا نحافظ عليها، نضالنا لحتى نقدر نكون بالفعل عم نبين للناس أنه بلبنان وطن التعددية بيقدر يعيش الإنسان بكرامة. ولكن هل نحن هون بلبنان عم بعيشوا بكرامة؟ يعني هلأ مؤخرا كتير عم نلاقي عم بيكون في مظاهرات، عم بيكون في مطالبة بالحقوق، في كتير حقوق اللبناني بعد ما وصلها، هلأ ما بدنا كتير يعني نتطرق للسياسة، ولكن ضمن نطاق الحرية هل الإنسان أو هل اللبناني عم بعيش حريته؟ الحرية هي نضال دائم. إذا بنرجع للكتاب المقدس ونتطلع بالرسل، في رسل انسجنوا، بولس انسجن بس فقد حريته؟ ما فقد حريته. يلي بيكون حر بالرب لو بدها تقوم القيامة عليه بيبقى حر بالرب. شعب لبنان هو اختبر كتير مقاسي وفهم انه آخر شيء حريته بالله مش بحدا تاني، وكرمال هيك عنده مسؤولية هذا الشعب يقدر يحافظ على هذه الحرية يلي بتخليه يكون عم بيعبر عن ذاته. كرمال هيك بدناش نحكي بالسياسه بنعمق، بس يعرف كيف يختار ومين يختار ومين يوصل على مجلس النيابه، كيف يطالب بحقوقه، كيف يقدر يكون شعب عم يضغط بطريقه ايجابيه تيحقق المطالب المحقه والمشروعه، واهم مطالب اليوم مشروعه ومحقه مش بس للبنان، لكل العالم، هو الحفاظ على البيئه. اليوم بلبنان نسبه الإصابة بالأمراض السرطانية كتير عالية، صح؟ في شي حدا نزل عمل مظاهرة بهذا الموضوع؟ لا. اليوم الجماعات عندها كتير مسؤولية تقدر تضغط جماعات، عم نحكي جماعات يلي هي بتعنى بالشأن العام وحتى كمان بالشأن الخاص، تكون عم تضغط، تعمل جماعات ضاغطة حتى تقدر تحقق المطالب المشروعة للمواطن اللبناني وخاصة للعائلة اللبنانية. نعم. توفيق، وين بيكون الإنسان عم بيتعدى على حرية غيره؟ بيتعدى على حرية غيره بكل ممارسة بيعملها ما بينتبه إنه غيره عم يتأذى. أنا بس أوصل حتى إذا غيري بكون حقيقة خرجت من الحرية. هلا في ناحية تانية بدي أشدد عليها أنا، الحرية كمان بما إنه نحكى عن موضوع الوطن كوطن. اليوم ليش العالم بشو علقان؟ علقان بكل بساطة بعبودية الأنا، عبودية المال مثلا. ليش الأشياء اللي عم بتصير بهالطريقة هيدي؟ لأنه في كتير ناس مستعبدين للمال، مستعبدين لكتير أشياء. من هيك بعطي مثلا من الإنجيل أنا، لما يسوع شاف الشاب الغني، بس شافه شو قال له؟ قال له يسوع بيع كل شيء والحقني. بيقول ومضى حزينا. ليه مضى حزين؟ لانه من جوا كان عبد، عبد لشو؟ للمال. تعال نفكر اليوم بلبنان، نحن عبيد لشو؟ عبيد للسلطه، عبيد للمال، عبيد. حتى نحن الاشخاص المواطنين العاديين، بدل ما اروح لعند الواحد اللي بيجي لعندي قبل حتى يبسلي ايدي حتى انا انتخبه، انا اجي لعنده بكل بساطه وبكل حريه قال له انه انا بهالموضوع هيدا انت خذلتني، يعني حاسب لاحق، ما اكون عبد مثل ما هو هيداك الشخص الاخر عبد. فاذا في عبوديه للمال. ثاني ناحيه بيحكي عنا إذا بدك بالأعمى ابن طيمة، إذا عم نحكي عن الحرية، الحرية عدم التعلق بشيء. أنا بدي يكون حر، بدي يكون قلبي حر، تيكون قلبي حر بدي يكون مش معلق بشيء. مثل بشو؟ مثلا بتذكر الأعمى ابن طيمة اللي كان جالس على جانب الطريق، كان لابس عباية هي بمثابة بيته، كان فيها مصرياته وزواته وأكله. قام يسوع شو بيعمل؟ بيقول له ادعوه، يعني يجي. وبكل بساطة شو يعني ادعوه؟ يعني الحقني. أبعوا من محله، رمى المصريات، رمى الشيء اللي بده يستعبده ومشي ورا يسوع. فإذا بدي يكون حر، بدي أتعلم الحرية، بدي أمشي ورا يسوع، وهيدا الشيء بيعطيني فرح. من هيك بقلنا قفز من الفرح. فالإنسان مدعو حقيقة للحرية، والإنسان اللي بيحب الحرية بيحب يسوع. البعض بيقولوا أنه ليش اليوم كتير قليل بيحبوا يسوع؟ لأن كتير الناس بتحب العبودية، بينما عمليا اللي بيحب يسوع بحب الحرية وبيسعى صوب الحرية. توفيق، هل نحن الكتاب المقدس بيدعينا أنه ضمن مفهوم الحرية أنه نتقبل الآخرين على طبيعتهم؟ أكيد الآخر بيتقبله على طبيعته، على شكله. مثلا هلأ إذا بنحكي عن رجال ومرأة،
بده يقبلها مثل ما هي، ما بده يسقط عليها هو شو بده يسقط عليها حتى يفبركها مثل ما هو بده حتى يقبلها، وكمان ذات الشيء بتقبله مثل ما هو. هالفردتين بس يقبلوا بعضهم، ساعتها انطلاقا منها بيقدر الانسان هو والثاني يعملوا مسيره لقدام مع بعضهم، مسيره فيها بينمو، وهيدي كمان فيها حريه. هيدا عم نحكي على نطاق الكوبل يعني الشخصين، ولكن اذا عم نحكي نحن كمجتمع، ذكر الابونا عن المثليين الجنسيين، وين مفهوم انه نتقبل الاخر على طبيعته بيتعارض مع الكنيسه وتعاليمها؟ مثل ما قال ابونا، المثليين الجنسيين اشخاص بقبلهم مثل ما هن. هلا وضعهم مرضي له امور معينه، بنترك العلم يشتغل بالاتجاه هيدا، عملهم مدان، لكن هن كاشخاص غير مدانين، هن كاشخاص بنحترمهم بنحبهم بننحني قدامهم. بس اكيد في تجديد على نقطه، انه الرجال دعوته انه يكون رجال، المراه دعوتها تكون مراه، والرجال والمراه دعوتهم يكونوا كوبل. نعم. مش يكون في شيء ثالث. معنا اتصال. سلام المسيح. سلام المسيح. بدي شارك بس بدي اشعب المواضيع، يعني في كثير اشياء حول الحريه. نعم. بس تفضل. بالنسبه للديبرسيون 52 حاله انتحار امبارح عم بيحكوها بمركز الشرطه بباريس، والمرا الحادثه صارت بمركز لانه عم لايون اضمام، بصير لايون ضغط وخوف. 52 حاله السنه بال 2019. نعم. هلا الموضوع اللي بدي احكي فيه هو التزلم او التبعيه السياسيه والحزبيه والطائفيه، انه الزعيم والسياسي بيقولوا للمواطن نحن نفكر عنك ما تفكر، بالوقت يلي اذا عنده تابع لحزب اول شيء ما عنده راي شخصي. نعم اليه، بس بدنا نشدد على فكره نحن بدنا ما بدنا كثير نفوت بموضوع السياسي، وبدنا نجرب نضلنا ب يعني بالحريه بموضوع الليل. هو موضوع الحريه، لانه تنقل لموضوع انه انا ما بكون عندي قرار شخصي، وقت تكون تابع عندي انا تابع لحدا ما عندي قرار شخصي، يعني حد بصير بشوف من زاويه وحده، يعني مثلا بشوف دائما بالاخر الناحيه السلبيه. نعم. بشوف الاخر عكس عني بشوفه سلبي، ما بقدر لانه انا محكوم من فوق باعلى مني، حتى بالطائفيه ما بفوت نحكي بالطائفيه ولا كمان عند هلا المفضل نضلنا ضمن موضوعنا لليله. في شيء سؤال حابب توجهه لضيوفنا؟ اوكي، مع الطائفيه انه نحن اذا كمان عندنا تابعين لطائفه ما عندنا راي شخصي حر نقدر نعبر عنه. نعم. يعني كمان بالطائفيه بنشوف انه نحن كمان من ما تفكر نحن نفكر عنك، يعني هالحريه على طول هي مربوطه، او اذا ما توصلوا مثل القديسين توصلوا انه يتحرروا من كل القيود، توصلوا للقداسه يعيشوا الحريه حتى انطلقوا بحريتهم. نعم. هلا نحن بعدنا انه دائما بدنا نشوف ان شاء الله نوصل للحريه اللي وصلوا لها القديسين. ميرسي الي لمداخلتك. ابونا كنا عم نحكي عن المثليه الجنسيه، وحضرتك كان عندك مداخله. انا بس بدي شوي تعليق على الاتصال. طائفيه هي كلمه للاسف شوهتها الايديولوجيات السياسيه، لانه الايديولوجيه اليوم اخذت الطائفه لتجرب تقدر تسيطر على الدولة أو على جزء من مقدرات الدولة أو مالية الدولة. أخذت الطائفة لميليتها، بس الطائفة هي دائما الطائفة هي هالكلمة الاصطلاحية القانونية، ولكن إذا فتنا بالعمق نحن إذا حكينا ككنيسة كان أرثوذكسية أو كاثوليكية أو مارونية أو جماعات إنجيلية، نحن بشرفنا انه نكون عم نخدم بلبنان وحاضرين بلبنان، ونحن يلي قدرنا نقلنا لكل الناس شو يعني لبنان، وطلبنا باستقلال لبنان، وكان اول الاشخاص اللي طالبوا بالاستقلال هن بالفعل يلي بيحبوا لبنان. وبنحكي عن البطريرك المكرم الياس الحويك، طائفتي هي لبنان. بقى نحن اكثر اشخاص اللي بندعي الى الحوار، وبندعي الى التفاهم، وبندعي الى تحرر الانسان من الايديولوجيات يلي بتحاول تقمعه وتاسره لدرجه انه ما بتخليه بقى يعبر عن رايه. عم بيحكي عن الايديولوجيات مش عن الطائفه يلي طيفت بمحلات تانية. بالنسبه للمثليين الجنسيين،
دائما بنرجع بنروح على تعليم الكنيسة، بنرجع بنروح على فرح الحب إرشاد الرسولي. هل أشخاص هن إخوة لألنا، هن أشخاص مدعوين إلى القداسة، هن أشخاص عندهم كرامة، عندهم مكان بقلب الكنيسة. نحن المشكلة مش مع هالأشخاص ولا مع الشيء هن عايشينه، نحن عنا المشكلة مع هالإيديولوجية الجندر يلي بدها تحاول وعم بتحاول تضرب هوية الإنسان إن كان رجل أو كان مرأة تحت مسميات ثقافية إيديولوجية تتقلك إنه أنا بقدر حرر المجتمع من العنف بسبب اختلاف الجنسي، بنلغي هيدي الهوية وبنعمل شيء اسمه حر اختار البدك إياه. هيدي اللي عم تضرب صورة الإنسان يلي الله أرادها قبل إنه يخلق الأرض، يخلق الإنسان. الله فكر بالهوية الجنسية كرجل وامرأة قبل الخلق، عم بيجوا بطريقة معينة تحت مسميات للأسف إيديولوجية بقولوا علمية بس هي منا علمية. اليوم بفرنسا مثلا مبارح أو قلت مبارح اليوم عم بيفكروا وعم بيطرحوا مشروع بالدولة أنه الكنيسة ممنوع منعا باتا تتعاطى مع أشخاص هن اكتشفوا ميولهم الجنسية أنه هن مثليين، بده يرجعوا يتصالحوا مع هويتهم. ممنوع الكنيسة بقى تتعاطى بهذا الموضوع، إذا بتتعاطى بهذا الموضوع بتكون هي خارج القانون تحاسب. طيب الكنيسة، الكنيسة كيف بتساعد هدول الأشخاص؟ أكيد وكيف تتعاطى معهم بأي طريقة؟ دائما إذا نرجع منشوف خطابات البابا فرانسيس، دائما مبدأ الرحمة الأساسي بعلاقتنا مع الأشخاص. نحن مجتمعاتنا اليوم الشرقية مجتمعات ما بتقبل هيك أشخاص مجروحين، تضطهدهم، بتعنفهم. نحن بدنا نجرب، هيدي إشكالية كمان علينا، كيف نقدر هالأشخاص، بيقول بابا فرانسيس، نرجع ندمجهم. بيحكي عن الديسرنمون، عن التمييز، بيحكي عن المرافقة، وبيحكي عن الدمج. كيف ما نرجع ندمج هالأشخاص بقلب مجتمع الكنيسة وبالمجتمع اللي عايشين فيه. وفي أكثر من هيك، طلعت وثيقة كتير مهمة من الفاتيكان من شيء 3-4 أشهر عن استعباد الأشخاص وإتجار بهم. هالأشخاص اللي باعوا أجسادهم كانوا نساء أم رجال؟ هودي بقول البابا بقلب هيدي الوثيقة أنه هودي شو بدنا نعمل فيهم؟ هودي مسؤوليتنا. هو أشخاص نبذلوا المجتمع وراحوا على محلات كتير صعبة، هودي نحن عنا مسؤولية نخلصهم. على القليل نجرب نعمل معهم رعوية، نقدر نرجع نكون عم نحضنهم هالأشخاص ونأمنهم البيئة الملائمة، نرجع ندمجهم بالمجتمع. بفرنسا كتير تقدموا الكنيسة بهذا الموضوع، نحن بلبنان بعد الأمور كتير حسب علمي بعد بدها كتير شغل. بتعرف في كتير أشخاص اليوم إن كان للأسف من العراق أو كان من سوريا بسبب الحروب، إن كان بالمغرب، إن كان بسبب الفقر، هالأشخاص باعوا حالهم. هودي نحن علينا نكافح هيدي الظاهرة، ظاهرة إتجار بالبشر، لأنه هيدي بتقود الحرية. توفيق، ذكرت بأول فقرة من الحلقة عن الحرية والمحبة كيف هن مربوطين من بعضهم، مربوطين ببعضهم. طب إذا في حال بننتقل لشخصين بحبوا بعضهم، ولكن كل شخص من طائفة معينة، كمان سبق ونحكى عن الطائفة، وبيقرروا أنه يتزوجوا زواج مدني، منلاقي هلأ أنه الكنيسة بعد ما معتقنوا بعدها معارضة للزواج المدني. ليش معارضة للزواج المدني بالوقت اللي هن عم بيجي يرتبطوا باسم الحب؟ هلا هون هيدا شأن كنسي، أنا بعتبره يعني بيقدر الأبونا يعطي إجابة عنه بشكل خلينا أفضل. نقول المجتمع اليوم اللبناني قد عم بيطلبوا الزواج المدني؟ 1%، مش بس عم نحكي عن المجتمع اللبناني، خلينا نحكي بالإحصاءات. قد عم بيطلبوا الزواج المدني؟ 1%، 2%. أنا بقدر غير القوانين كرمال 1%، كرمال رأي معين، بقدر أنا ألعب بالقوانين مثل أنا بدي. ولكن هون هل هي السؤال فقط للقوانين، ولا هي يعني أنا انطلقت من المحبة ومن فكرة الكتاب المقدس؟
الكنيسة دائما دائما الكنيسة بتحض الأشخاص من أبنائها يلي تجوزوا جواز مدني، دائما بتحضهم، دائما بتنصحهم، دائما تتمنى عليهم من خلال الرعوية اللي بيقوم فيها كهنة الرعاية يتجوزوا جواز كنسي. والسبب بسيط، لأنه بالجواز الكنسي الله عم يعطي النعمة لهالتنين، عم يرفع هالحب، هالحبهم الإنسان الضعيف عم يرفعهم لمرتبة التقديس، عم يعطيهم النعمة يقدروا يثبتوا حالهم على صخر متين. طيب وإذا في حال هن كان يعني كل واحد من طائفة معينة وما هن قادرين يتزوجوا زواج كنسي، هون ما بنكون نحن في تصادم مع الحرية؟ دائما بيقول يسوع بالكتاب المقدس، بيقول من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وبمحل تاني بيقول يلي بيفضلني عن بيه وامه وخيه ما بيستحقني. عم نحكي بالكتاب المقدس، يمكن شوي جواب قاسي مش مني بالكتاب المقدس. انا مش ممكن يعني اخذ خطوه كون عم بخسر فيها شيء كتير مهم فيي يلي هو ايماني. هلا في اشخاص يمكن جوزوا زواجات مختلطة، زيجات المختلطة فيها كتير تحديات. هو الزواج ككل يعني فيه تحديات، هو الزواج بحد ذاته فيه تحديات، لأنه نحن بيئتنا هي بيئة متداخلة مع بعضها. الزواج المختلط فيه كتير حساسية له، وبده كتير شغل هذا الزواج يقدر يستمر. عم بحكيك بالرعويات، في إحدى المؤتمرات اللي صارت بلبنان من فترة معينة، كل يلي طلعوا وحكيوا انه الزواج المختلط زواج كتير حساس وبيتطلب رعوية كتير خاصة من قبل الكنيسة والأديان الأخرى. نعم. طيب وسبق وذكرت أيضا عن الإنجاب والإجهاض، حرية الإنجاب وحرية الإجهاض. في كتير تضارب بين المفهوم أو بين مفهوم الغرب للحرية ومفهوم الشرق للحرية، يعني هل بتلاقي أنه نحن كشرقيين عم نجرب نقلد الغرب بالمفاهيم وبالتقاليد تبعهم؟ لا شك أنه مثل ما حكيت بالأول العولمة فاتت على بيئتنا وعلى عالمنا، ولا شك أنه هالعولمة حاملة قيم وحاملة طريقة تصور للإنسان بطريقة أنه يقدر الإنسان أنه يكون حر. أهم شيء يكون حر من كل القيود، من كل العرف التقاليد، خاصة يكون حر من المرجعية تبعه. إذا بنرجع للإرشاد الرسولي إنجيل الحياة القديس يوحنا بولس الثاني، مهمة الكنيسة هي أنه تدافع عن الحياة. اليوم إذا رحنا وعملنا شوية إحصاءات بأوروبا عن الإنجاب، قداش في إنجاب بأوروبا؟ قداش في إنجاب؟ شو بيسموه أوروبا اليوم؟ القارة العجوز. ليش ما عندهم هالقد إنجاب؟ لأنه مفهومهم للحرية تحرف بطريقة بيتناقض مع الحياة، لدرجة صارت الحياة عرضة إلى الخطر. اليوم لما أنا بدي أعمل قانون حرية الإجهاض، تجهد المرأة، بأستراليا راحوا مش بس لثلاث أشهر، بس خلي يسمعوا المستمعين، راحوا أكثر من ثلاث أشهر، وصلت تسعة أشهر حرة المرأة تجهض. اليوم في كتير ناس بيقولوا يا أبونا نحن بدنا نترك لبنان ونروح على أوروبا ونروح على أستراليا. لو ما بكون تروحوا، روحوا، أبونا عم فتش على الحرية. أصلاً برا تسترجي، يعني إذا الدولة فرضت عليك نوع من التربية بقلب المدرسة، وخاصة اليوم بثقافة الجندر، يعني حرية اختيار الجنس للولد، تسترجي تقول له لابنك انت غلط هذا اللي عم تقوله يا ابني؟ خليها تعرف الدوله اذا ابنك هيك عم تقول له لابنك الخبريه، بيروح على الحبس او يكبي اشهر الابوه. اذا بقول بابا يوحنا بولس الثاني الدكتاتوريه مش ضروري تكون دكتاتوريه السلاح. خلي يسمعوا المشاهدين، الدكتاتوريه هي دكتاتوريه ثقافيه اللي بتاثر لك فكرك، اخر شيء لما بينأثر فكرك بتصفي انت عبد للفكر. وشو اللي بده يحررك؟ ما في شيء بيقدر يحررك الا كلمه الله اللي بتحررك. نعم.
أبونا جان بول خوري، نحن دهمنا وقت ووصلنا لآخر حلقتنا، نشكر حضورك معنا لليلة. توفيق دياب أيضا نشكر حضورك معنا لليلة. مشاهدينا نحن موعدنا بيتجدد جمعة الجاي الساعة 9. نستودعكم سالم المسيح.